لكن هنا زيدان، زيدان إقبال، وصلت من جديد للعراق في محاولة إلى زيدان. يا السلام على الخذوهات، يا السلام على المنتخب العراقي في دور التمرير. علي جاسم الثاني، الثاني 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 من جديد، تصويبة. الله 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 الله، أمير العماري، أمير العماري بهدف ثاني عراقي في أرضية الملعب، هدف ثاني عراقي عن طريق لاعب الوسط، لاعب الارتكاز أمير العماري. هنا يظهر أمير العماري، يحب يعرفنا عن نفسه من جديد. العماري يسجل ثاني الأهداف العراقية. شوف علي جاسم، تصويبة أولى ارتدت من الدفاعات، وبعد ذلك قذيفة 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 قذيفة. هنا الارتباك، هنا اهتزت الشباك، ومن جديد العراق بثاني الأهداف التصويبة الماضية، وبعد ذلك المتابعة العراقية لثاني أهداف أسود الرافدين. الله على أمير، الله على العماري. يظهر الفنان، يظهر بصورة، يظهر بلقطة، يظهر بهدف ثاني عراقي في أحداث هذه المواجهة. هدفين مقابل لا شيء، هدفين مقابل لا شيء للعراق في أرضية الملعب. المنتخب العراقي، عدد كبير من المحللين رشحوا وصول المنتخب العراقي، لكن هنا من يصل؟ أيمن، أيمن، جول أيمن حسين، أيمن حسين. الله يا أيمن، الله يا حسين. لا يمكن تجاوز كل ما فعلته في آسيا يا أيمن حسين، ما فعلته من إبداع، ما فعلته من تألق ومن حالة كبيرة في البطولة. هنا يفعل الحالة الأكبر في ملعب المواجهة، يريد أن يدشن أهدافه بالعودة، يدشن أهدافه بالعودة بهدفين، بهدفين في أحداث هذه المواجهة. الله يا أيمن حسين، شوف الانطلاقة، انطلاقته بهدف، انطلاقته بجول. أيمن حسين بالهدوء بالرواق، مرة بالقوة ومرة بالحنية، أيمن حسين يعطي الأفضلية بثلاثية في شوط المباراة الأول. العراق، العراق، العراق بأيمن، العراق بحسين. يا السلام، يا السلام على الدبابة البشرية، على القوة الكبيرة لأيمن حسين. يعرف خارطة المرمى، يعرف بوصلة الشباك. أيمن حسين أينما كان، أينما ظهر، لا بد لأن تظهر الأهداف، لا بد لأن يتواجد أيمن وأن يوقع على ثالث أهداف المنتخب العراقي. العراق بثلاثية، العراق، العراق بثلاثة أهداف يريدونها ثقيلة في أمسية اليوم. المنتخب العراقي في أمسية اليوم يريدونها ثقيلة.